انت رؤوف رأفت رومان الدرديري؟ اومو. تعرف منار مصلحة عبد النعيم؟ ايوه يا فندم. خير بس قلقتني. خد امضي هنا. حاضر. منار بعتلك الورد ده؟ كل سنة وانت طيب. سنة وانت بتشتغل في محل ورد؟ دليفري يعني. يعني وتروح تيجي المعلم يضربك وتاخد بقشيه. يا ريت تشوفني بحاجة. شوفك بحاجات كتير. يا رب. هات بس ثانية واحدة. يا رب. ثانية واحدة. صباح الخير يا رؤوف. ايه مالك؟ مال شكلك مبهج كده ليه؟ هو انت ديان بأي حد غير بالمزيكا والسيمفونيات؟ ايه الورد الجميل ده يالا؟ يعني شوية حركات كده حب وغرام ومال. متشكر جدا منور. متشكر يعني. الورد تحفة تحفة. انت الوحيدة اللي افتكرت عيد ميلاد يا منور. عظيم. انت مش متخيل سعادتي. بقولك يا منور، ليه طلب يعني؟ بعد كده ما تحبي تبعتي ورد هاتيه بنفسك يا منور. افهمك بعدين. معلش. يو باي 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 عشان المايه هتسعى. باي باي منور. باي باي. انت كل شويه هتكلميني يا مليحه. انا عرفت يا مليحه. ايه الفرق بكام؟ لا بقولك ايه، هاتي بيض يا مليحه. فين الشاي؟ انا مش قايلك بالصبح ده الشاي ده حاجه تعرف. ايوه هات اللطيف ده. رخصة. حاضر يا فندم. اتفضل يا حبيبي. اتفضل يا فندم. اسمك راوي يا سيف الدين القاضي؟ لا يا فندم، قاوية دي تبقى تيتا. تيتا؟ اتفضل حضرتك، توكيل اهو. اسمك رمان حسين الدرديري؟ لا، رمان ده جده، جوز تيتا حضرتك. جدو وتيتا؟ اه يا فندم. انزل هنا. حاضر يا فندم، حاضر. وحضرتك ساعدني بس عشان عربية قديمة. شد يا فندم. شك قوي. اصل حضرتك مش واخد بالك، انا هشرح حضرتك. تيتا فندم يعني بعد ما انفصلت من جدو رجعت المانيا، ان هي اصولها المانيه، عاشت هناك يعني. وبعدين العربيه دي تحفه بتاعه ابراهيم بيع وكاشر مدير مكتب الحكمدار. حضرتك شفت مسلسل ملك فاروق؟ بقول لك ايه، انا عفاريت الدنيا بتتنطط في وشي. انت فاهم يلا ولا مش فاهم؟ فاهم يا فندم. مفيش حاجه، انا ماليش دعوه بتاريخ ام العربيه، انا ليا دعوه بالورق. بس انا كمان حضرتك على العربيه كقيمه يعني، كانتيك يعني. انت هتزولني انا؟ بتمدلك عليه ليه؟ هو انتوا مش هتبطلوا طريقتكم دي؟ طب مين يالا؟ انا مدون. وانا ناشطه سياسيه. وانا صحفي. وانا ربنا معاهم، ربنا مع الناس دي. صباح الخير احبائي المستهلكين. اجمل حاجه نتفق فيها يوم النهارده هي ايه؟ الهامبرجر. لو كل كيلو عليه كيسين كاتشب. ما شاء الله ما شاء الله. ايه البامبرز ده كله؟ يظهر ان النونو اللي عند حضرتك ربنا مسهلها له شويه. انا ما عنديش نونو ومش متجوز اصلا. ده عرض، اشتري 5 وخد 5 هديه. اسيبه؟ لا تسيبه ازاي؟ اللي قال الناس، اللي قال الناس. حلو مش كده؟ 470 جنيه. ده كارت الفيزا ومعاك كارت بتاعي، هستنى تليفونك. ها؟ تصدق انك قليل ادب فعلا. في ايه يا منار؟ جرى يا بنت، حد جه جنبك ولا ايه؟ بنت اما بنتك يا سائع يا سمك يا حقير. بتلم لسانك انت يا امو. ممكن تقولي في ايه بياضك الاوفر ده؟ البنت دي بترمي بلاء عليا. بنت مين اللي ترمي بلاء عليك؟ دي طبيه احسن منك. معلش حصل خير يا استاذ، حصل خير. معلش استعب يا مهوان، انت بتنفخني ليك. اتخاني لو راجل اتخاني. بس اهدى. اهدى كذاب وربنا كذاب. معلش اهدى يا استاذ، اهدى. معلش فين المدير؟ انت مالك؟ ايه اللي حشرك؟ انت حامي حمام الموظفين؟ تصدق حضرتك فاجئتني برد فعلك الغريب ده. الزبون دايما على حق، قلت لك ده 100 مره. يا فكري بيه رؤوف ما يقصدش والله. اخرس انت، انت مصيبتك مصيبه. ايه حكايه اعزائي المستهلكين؟ احنا هنا في سوبر ماركت مش نجوم اف ام. اتفضلوا. صرف النظر يا فندم يعني عن الموقف اللي احنا واقفين بنتهزق فيه ده، أنا عيد ميلادي النهارده إن شاء الله وياريت تشرفني يعني. جدك رمان عزمني. شكرا. كل سنة وأنت طيب. بالمنظر ده طيب إزاي؟ سامعني. أنا اللي مجنني بس يا مروان حكاية إن الزبون دايما على حق. خلاص الزبون يجي يلطشني بالقلم وأنا أسكت، أعمل إيه؟ يا مروان أنا بدور على كبرياء الكاشير، قامة الكاشير واحد فين؟ إيه ده؟ سعادة الباشا. عبد الظابط
تمام يا فندم. هات يا ابني الجهاز. قوم وصلتك. اتفرج يا سيدي اتفرج. انا ماليش دعوه. قوم من العربيه. ده انا. ايوه. انا ما بعملش. انت فاهم يا فندم؟ ما قلتش حاجه. قول لحضرتك يعني العربيه قيمه انتيك يعني. انا هاري سود ومنيل. شكرا يا ماما. انت نسيت التعليمات ولا ايه؟ بس يا فندم انا يا دوبك مسكته من كتفه بس. ما تعملش كده تاني يا حضره الضابط. احنا مش ناقصين يا اما قسما عظما هنقلك بعيد وبعيد قوي كمان. لا بعيد قوي على ايه؟ تحترم ذاتك يا فندم. اتفضل يا باشا. انا ما نايل بعيد ايه؟ هي ناقصه. ولما انت واقع ومدلوق قوي كده هتنجز يا جدع. انجز البنت حلوه مش هتلاقي زيها. يا عم وانا قلت وحشه يا موان؟ ما انا عارف انها زي امه وما فيهاش حاجه تقيل. بس بص افهمني بس انا بفكر قدام. مش ممكن مناضي لما تكبر وتعجز تبقى شبه تيتا يعني؟